السلام عليكم جميع، ان شاء الله تكونوا بخير ومدوزين هذا رمضان مزيان. بالنسبه لينا حنايا الحمد لله مدوزينه مزيان. ما كيجينا صراحه لا عطش لا جوع، زعما غير كتجيك شي شويه تسخفه وصافي. سينو اليوم بغيت نشارك معاكم واحد الشهيوه اللي غزاله تقدري ديريها حتى لاخر دقيقه. اكيد عرفتوها، مهم حريشات مالحين كيجيو لذادين، حتى الوليدات كياكلوهم غادي يعجبوهم. فوالا، دونك صراحه الوقت ديال التحضير ديالها ما كياخذش بزاف، خدا ليا تقريبا نفس توقيت الفيديو حيت صورته مباشره، شي 10 دقائق بحال ما هكاك، من غير الطياب. دونك الطياب كيبقى على حسب. صافي، مهم ما غاديش نزيد نطول عليكم، غادي نقول لكم يلا نشوفوا طريقه التحضير والمقادير. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. غادي نقول لكم المقادير ديال هاد الحرشه شنو غادي نحتاج ليها. دونك اول حاجه غادي نقول لكم هنايا عندي سميده، دونك هنا خليت غير باش تشوفوا، خديت 200 غرام ديال السميده. هنايا غادي نحتاج 4 كاس ديال زيت الزيتون، غنحتاج شويه الابزار، شويه الملحه، غادي نحتاج طوبه ديال السكر، هنا غادي نحتاج الربيع والقزبر اللي بحال ما هكا مقطعين، غادي نحتاج شويه الزيتون، وغادي نحتاج الطون، غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الخماره الحلوه، وهنايا عندي البصله اللي قرتها كمربعات صغار. دونك فوالا، هادو هما المقادير. يلا غادي نشوفوا كيفاش غادي نوجدوا هاد المقادير كلهم. هنايا خديت هاد البصله اللي عندي، غادي نزيد عليها شويه ديال الزيت، غادي نزيد عليها الربيع كله اللي عندي هنايا اللي كنت وريتكم، غنزيد عليه مليحه، وغنزيد شويه الابزار، وغادي نبدا نخلط كلشي، وغادي نخلي هاد البصله تشحر مزيان مع هذا الربيع، وغادي نرجع لكم شي شويه دابا. على بما تشحر ليا البصله غادي نجي وغادي نبدا نخلط كاع دوك عندنا المقادير الجافه. غادي ندير مليحه، المهم على حسب الذوق. هنايا نسيت ما قدمتش لكم قبيله، عندي هنايا زعتره كتبقى اختياريه، يعني كاين اللي ما كتعجبو الزعتره كتجي مجهده، دونك انا غادي نزيد شويه، نزيد هانيت دابا، المهم غنزيد غير بحال ما هكا، غادي نزيد هنايا شويه الابزار، وغادي نزيد هاد المعلقه كبيره ديال خماره الحلوى غير مملوءه، غنحرك كاع هاد المواد الجافه مع بعضياتها. غنزيد الزيتون، وغادي نزيد الثوم، وهنايا البصيله ديالي صافي طابت تشحرات مزيان، وغادي نزيدها على السميده. دابا غادي نزيد البصله اللي تشحرات مع الربيع ومليحه والبزار، هنا غادي نزيد هذاك ربع ديال الكاس ديال زيت الزيتون، وغادي يخصني غير كاس ديال الماء هكا، كاس ديال العنبه، هنا غادي نزيد طوبه ديال السكر، المهم غير صغيره، اولا تقدروا تزيدوا معلقه صغيره ديال السنيده. هذا السكر غير باش يوازن لينا يعني المذاق ديال الملوحيه ما بين الطون والزيتون. صافي، كنبقى نخلط الخليط بحال ما هكا مزيان، بما ديك السميده تشرب لينا مزيان الماء. وهنايا خديت مقله
اللي غادي ندير فيها شويه الزبده، المهم الزبده ولا شويه الزيت على حسب شنو بغيتو. انا هنايا عندي هاد الزبده اللي كتكون دايبه بحال ما هكا عمليه وكتجي لذيذه. هنايا انا خديت هاد القالب هذا ديال لي طاخت الصغيورين، غادي ندير فيه شويه السميده بحال ما هكا باش ما تلصقش ليا العجين مني غادي نديرو وسطها. هنا بحال الا غادي باش يجيوني الحريشات متساويين، خديت هاد المول باش يجيوني متساويين. صافي غادي نبقى ناخذ بحال ما هكا شويه بايدي وغادي نقرصو مزيان وسط داك المول باش يعطينا واحد الشكل اللي بحال بحال، ماشي يجي وحده كبيره وحده صغيره. انتما تقدروا تاخذوا، كنت كنديرها من قبل حتى يعني شي غلاقه ديال، كانت عندي انا غلاقه ديال داك الشوكولات نوتيلا الكبير، كانت كتجي حتى هو في حريشات زوينين. صافي وكنعاود ندير السميده مزيان من الفوق بحال كنقرصها بالسميده باش مني كطيب كتجي ديك القشره من الفوق مقرمشه بديك السميده، بحال الا ديك السميده كتقلى لينا في ديك الزبده كتجي لذيذه وكتعطينا داك اللون الذهبي. دونك فوالا بعد ما قرصتها مزيان دابا غادي نقلبها بحال ما هكا وغتخرج ليا الحريشه على هذا الشكل. اولا الا بغيتو تقدروا ديروا غير بحال كويورات وتقرصوهم عادي بلا مول بلا حتى حاجه، يعني كل واحد على حسب الاختيار. حنا غير كنحاولوا زعما باش نديروا الشكل باش كيعطيك ديك الشهوه. انا بالنسبه ليا العين كتاكل قبل من الفم. وشتو في الاول هذاك الخليط كيكون شي شويه بحال الا ماشي جاري، ولا اني كي غنقول لكم هذيك السميده كتبقى بشويه بشويه حتى كتشرب كاع داك الماء وداك الزيت وكتجي صراحه لذيذه. ان شاء الله نتمنى تجربوها. انا هنا دابا راه كانت بقات ليا ساعه باش يأذن، يعني قديتها اخر لحظه. سهله ولذيذه ويعني حتى المنظر ديالها زوين. انتما الا بغيتو تسرعوا يعني الامور تقدروا تستعملوا جوج ديال المقلات. انا هاد المقله هادي كانت هزات ليا غير ربعه، تقدروا تستعملوا جوج مقلات باش يطيبوا لكم بالزربه. صافي انا قلبتها، كنخليها المره الاولى غير بما تشد شويه وكنقلبها على الجهه الاخرى وكنعاود ندهنها بشويه الزبده من الفوق وكنعاود نقلبها عاوتاني باش يجي لي داك اللون الذهبي. وبالنسبه للسمك يعني كل واحد على حسب الاختيار، على حسب الاختيار. كاين اللي كيبغي الحريشه يكونوا غلاض شويه، كاين اللي كيبغي يجي رقيقه، المهم لكم الاختيار. هنايا صافي دابا راه هما كيجيو هكا ذهبيين، كيجيو لذاد وعرفتي الريحه كتطلع زوينه. هنايا بالنسبه للخليط اللي يقدر يبقى لكم او اللي بقى لي حتى انا غادي نطيبو حتى الغدا، او لا كاين اللي كيطيب الكميه كلها ومن بعد تقدروا تديروا غير نص طيبه لدوك الحريشات وتخزنوهم في المجمد. وها هما الحريشات ديالي، جاوا لذادين لذادين، ان شاء الله تجربوهم وردوا عليا الخبر في التعليقات. هنا غادي نكون وصلنا لاخر الفيديو، صافي راه الدن غادي نفطروا، بصحه فطوركم وغادي نقول لكم تستناوني فيديو جديد ان شاء الله عن قريب. ما تنساوش تخليو ليا لايك والاراء ديالكم في التعليقات.